تحية طيبة لكم أحبتي المشاهدين أينما تكونوا في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: أي المواضيع تستوجب القسم؟ خليكم ويانا أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء. بالنسبة للقسم، يعني هو يعتبر قسم بالذات الإلهية أو قسم بالمقدسات، يعني يعتبر شيء ما لازم نكثر من عنده. لكن أكو يعني بطبيعة الحال أمور مثلا اللي تتداخل بالأمور القانونية، مثلا تتداخل بالأمور المهنية، حتى نثبت هذا الشيء أو إذا يحتاج الموضوع نقسم حتى ننقذ حياة شخص أو نقسم حتى ننقذ قضية، فهنا أوكي، يعني إحنا نقدر نقسم وهاي تعتبر من الأمور الاضطرارية حتى نقسم بها. أما أمور الحياة الأخرى مثلا أمور حياتنا الاجتماعية، إحنا ما نحتاج إنه نقسم، لأنه على القسم تترتب آثار شرعية وغيرها. فالقسم بطبيعة الحال هو مفهوم خاطئ بالمجتمع اللي عندنا، وهذا أكيد لازم يصحح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي، إن شاء الله بخير. حبيبي أهلا وسهلا بك. ممكن تعرف باسمك؟ أنا محمد من محافظة كربلاء، طالب موظف بهذا الوكالة. بلي أهلا وسهلا. أخ محمد، شنو الأمور اللي تستوجب القسم؟ صراحة هو الدين الإسلامي يعني نهانا عن القسم، بس يعني أحيانا أكو أمور تستوجب القسم اللي هي أمور مصيرية، مثلا يعني ممكن اللي هي تكون سبب في إنقاذ شخص أو سبب في يعني تحول دون سلب الحق للشخص أو إنقاذه من محنة، خلينا نقول، أو يعني تكون مساعدة بشكل إيجابي، تمام، وتكون للأمور المصيرية اللي تحدد مصير الشخص أو تحدد مصير مستقبل شخص ما، يعني بغض النظر عن التوافه اللي هي ما تستوجب القسم، خصوصا القسم الذات الإلهية اللي هي يعني صراحة شيء كلش كبير، يعني نهان الإسلام. نتعرف حضرتك؟ أحمد مجيد الناصرية من قلعة السكر. أهلا وسهلا بك. برأيك أي الأمور اللي تستوجب القسم؟ طبعا القسم هو بكل أشكاله ما يصح القسم الا بوحده، الصاح ذات البين، اذا كان بين طرفين اكو مشكله او اكو نزاع او اكو خلاف، احاول اقسم ان اقرب شلون نقول وجهات النظر بين الطرفين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، واما غيره لا. حتى هناك ايه قرانيه: الله لا ياخذكم باللغو، هو اللغو والقسم والحلفان. فاحنا كمسلمين كمؤمنين ان لا نقسم على كل شيء. زين، ليش الناس تلتجئ للقسم؟ انه شوفه على ابسط الاشياء انه يقسم عليه، والمفروض هذا ما يكون عندنا هيك قسم. يعني كمسلمين قلت لك كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى موالي لأهل البيت أن لا نقسم على أي شيء، وهذه من نعم الله علينا أن ما نقسم على شيء، لأن هم رحمة، الله سبحانه وتعالى جعل الناس بيناتهم مودة ورحمة أن لا يقسموا على أي شيء. قلت لك أن لا أصلح ذات البين بين الطرفين. شكرا جزيلا، حياك الله وكل أهلا بكم. أهلا وسهلا يا مرحبا. إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء.